بسم الله، والله أكبر، والحمد لله الأكبر. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، آمين يا رحمن. اليوم سنأخذ المقربين كيف ذكروا في هذه السورة، سورة الواقعة الكريمة. يقول ربي وأصحابه، أيوه، والسابقون، السابقون 10، أولئك المقربون، أي من الرحمن، أي مرتبة أعلى مرتبة في أهل الجنان، في جنات النعيم. تولي دي ليسون لور لور لو لور موان داتر جويو داتر كونتون اتسيتيرا داتر بيان ساتيسفي. أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعني اللي سبقونا. قلت أنتم حضرتكم من القمة، تاني يسبقوكم هذوما لي بيوني. تو قال لك ثلة، جمع كبير غفير بالنسبة للجمع اللي أنتم فيه إذا كان عندكم صالحين مقربين. قل ربي ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موضونة، أي مزينة لأقصى درجة الزينة، متكئين عليها متقابلين، هاك الاتكاء بتاع الراحة والبهجة والرضا والمجرور التنعم. يصيروا قربهم ربي لي وما يكونوش متنعمين، متكئين تعالى نتنعم بالقرب، ولكن طالبين زيادة من القرب. متكئين عليها متقابلين، واحد التقابل ذاك ود، انت تراني وتعاوني على فهم ساعاتي وانا راك، ويتم نفس الشيء. قال لي روتو متكئين عليه متقابلين، يطوف عليهم في الخدمة ولدان مخلدون لي زيفاب اترنا بأكواب وبريق وكأس معين. هذو ما عاد التنوع، عاد في ليزيستونسيل نتاع شرب الخمر والعسل والماء والماء واللبن واللبن الخالص لذة للشاربين. يطوب راي مربوطة ببعضها لآيات القرآن. إذا كنت تحبوا تزيدوا توسم عليكم كان تزوروا القرآن. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ما يتسيبهمش أي يسيبهم أي صداع، ني سيفالي ني ميغرا، ولا ينزفون، يجيهم السكرة مضرة، سكرة الآخرة في الجنة، سكرة كلها خالية من الإيذاء. أما السكر هنا يولي ربي يعفو ما عاش يمشي ويطيح ويغمى عليه ومنظر ولي يرد والعياذ بالله، شيء فظيع بليس يوصل الناس هذوما، الله يعفي. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وبعد نوصل الحديث عن المقربين من الرحمن الرحيم.